أهلا ومرحبا بكم في أولى فيديوهات مراجعة مادة الرياضيات. نبدأ مع بعض. السؤال الأول: أكمل ما يأتي. واحد: القطران متعامدان في كل من. إحنا قلنا قبل كده القطران متعامدان في كل من إيه؟ المربع والمعين. ناخد بالنا من صيغة السؤال. لو قال لي القطران متعامدان ومتساويان، هنقول في مين؟ في المربع فقط. لكن القطران متساويان هيكون في المستطيل. أما لو طلب مني وقال لي القطران متعامدان وغير متساويان في المعين، ناخد بالنا من صيغة السؤال. السؤال الثاني: القيمة المكانية للرقم 7 في العدد 347165 هي. نشوف الرقم 7 في خانة ايه. أول خانة عندي الخمسة موجودة في خانة الأحاد، الستة، عشرات، واحد، مئات، 7000. برافو عليك يا ياسين، ياسين سعد، آلاف، برافو عليك. السؤال بعد كده: المضلع الذي ليس له أقطار هو. مين المضلع الذي ليس له أقطار؟ هو مين؟ المثلث. احنا قلنا قبل كده تعريف القطر هو القطعة المستقيمة التي تصل بين رأسين غير متتاليتين. ناخد بالنا السؤال ده. نتنقل للسؤال الرابع: المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو. برافو عليك يا ياسين، صفر. السؤال اللي بعد كده: العدد الذي مجموع عوامله الأولية 6 هو. احنا قلنا الأعداد الأولية هي ايه؟ 2 و3 و5 و7 و11. قلنا ان العدد الأولي هو العدد الذي له عاملان فقط، اللي هما مين؟ العدد نفسه والواحد الصحيح. فأنا عايزة العدد الأولي اللي مجموع عوامله 6. تعالوا نشوف كده مع بعض. لو قلنا الاثنين هيبقى مجموع عوامل الاثنين ايه؟ 2 و1 يكون 3، يبقى مش الاثنين. هنجرب بعد كده التلاتة. العدد 3 عوامله الأولية هي إيه؟ 3. أو العوامل الأولية للعدد 3 هي إيه؟ 3 و1. برافو عليك يا ياسين، 5 صح؟ نجرب الخمسة. عوامل العدد 5 هي 5 و1. لو جمعنا 5 زائد 1 هتكون كام؟ 6. السؤال اللي بعد كده: 3 ديسي متر تساوي. إحنا قلنا الديسي متر فيه كام سنتي؟ فيه 10 سنتي. معنى كده إن 3 ديسي بيساوي كام؟ 30 سنتي متر. رقم 7: مجموع قياسات زوايا الداخلة للمثلث تساوي. احنا قلنا مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث بتساوي كام؟ 180 درجة. لا يا ياسين، 180 مش 30. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عين ميم ألف للعددين 4 و6 هو. أولا احنا قلنا عشان نجيب عين ميم ألف للعددين هعمل ايه؟ هعمل التحليل، هحلل العدد 4 لعوامله الأولية اللي هي 2 في 2، والعدد 6 2 في 3. هلاقي هنا العامل المشترك بينهم هما الاثنين هو مين؟ الاثنين. سؤال رقم 9: المليون هو أصغر عدد مكون من. طبعا احنا قلنا المليون اصغر عدد مكون من كام رقم؟ من 7 ارقام. السؤال اللي بعد كده: 5,763,264 بتساوي. طبعا خانة الملايين فيها ايه؟ فيها الخمسة، 5,000,763,000 خانة الالاف، بعد كده 264 اللي هي خانة الوحدات. سؤال ثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أول سؤال معايا بيقول قياس أي زاوية في المربع تساوي. احنا قلنا قياس زوايا المربع، كل زاوية من زوايا المربع بتساوي كم درجة؟ بتساوي 90 درجة. السؤال الثاني: أصغر عدد أولي هو. نقدر نقول الواحد؟ طبعا الكلام غلط، لان الواحد له عامل واحد فقط. اصغر عدد اولي هو مين؟ الاثنين. وقلنا قبل كده ان الاعداد الاوليه
كلها أعداد فردية ما عدا الاثنين العدد الأولي الزوجي الوحيد. السؤال اللي بعد كده رقم 3 العدد 395 يقبل القسمة على 3 ولا 5 أو 7؟ احنا قلنا الأعداد إذا كان رقم الأحاد عندي الرقم الموجود في خانة الأحاد 0 أو 5 هيقبل القسمة على 5، يبقى العدد 395 يقبل القسمة على مين؟ على 5. سؤال رقم 4 محيط المربع الذي طول ضلعه 7 سنتي. احنا قلنا قبل كده محيط اي مضلع بيساوي ايه؟ مجموع اطوال اضلاع. يعني معنى كده ان المربع احنا عارفين انه عنده 4 اضلاع، فممكن نقول 7 زائد 7 زائد 7 زائد 7. وطبعا عرفنا بعد كده ان ممكن اخد الرقم 7 اللي هو طول الضلع الواحد واضربه في 4، يعني هتكون 28. سؤال رقم 5 إذا كان قياس زاويتان في مثلث 30 درجة و 60 درجة فإن المثلث يكون، طبعا أنا عندي عشان أجيب نوع المثلث أو أعرف نوع المثلث، برافو عليك، قائم الزاوية، هجمع زاوية 30 زائد الزاوية 60 وأطرح مجموعهم من إيه؟ من مجموع قياسات الزوايا الداخلة المثلث اللي هو 180 درجة. 30 درجة زائد 60 درجة يدينا كام؟ 90 درجة. 180 درجة نشيل منهم 90 درجة هيديني 90 درجة، إذن المثلث قائم الزاوية. سؤال رقم 6 عدد عوامل العدد الأولي. احنا قلنا العدد الأولي له كام عامل؟ له عاملان فقط، هو أو نفسه والواحد الصحيح. سؤال رقم 7 أي زاوية من الزوايا الأربع الناتجة من تقاطع مستقيمين متعامدين؟ هي هتكون زاوية إيه؟ زاوية قائمة. العدد الذي عوامله الأولية 2 3 3 هو، علشان أجيب العدد لازم أعمل إيه؟ هضرب الأعداد 2 و 3 و 3 مع بعض. 2 في 3 ب 6، 6 في 3 بتساوي 18، برافو عليك 18 درجة. سؤال رقم 9 25 في 9 في 4 تساوي، طبعا هنا ال 25 حاصل ضرب ال 9 حاصل ضرب ال 4 الأول، كأني بكرر ال 25 أربع مرات اللي هي كام؟ 100. 100 حاصل ضرب التسعة تكون كام؟ 900. سؤال رقم 10 طول ضلع المربع الذي محيطه 32 سنتي هيكون كام؟ احنا قلنا ان محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4، لكن لو عايز اجيب طول الضلع هقسم المحيط على كام؟ على 4، فهنا هقسم 32 على 4 هيكون الاجابة بتاعتي كام؟ 8. السؤال اللي بعد كده ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. واحد قياس الزاوية المستقيمة أكبر من أو أصغر من أو يساوي قياس الزاوية المنفرجة. إحنا قلنا الزاوية المستقيمة قياسها كان 180 درجة، أما قياس الزاوية المنفرجة أكبر من 90 درجة وأقل من 180 درجة، بكده هيكون قياس الزاوية المستقيمة أكبر من قياس الزاوية المنفرجة. السؤال الثاني ثلث اليوم أو 9 ساعات. اليوم فيه كم ساعة؟ اليوم فيه 24 ساعة. ثلث اليوم يعني كأني بقسم ال 24 على 3، 24 على 3 هتديني كام؟ 8. يعني معنى كده إن ثلث اليوم 8 ساعات والتسع ساعات مين فيهم الأكبر؟ هتكون مين؟ طبعا التسع ساعات. سؤال رقم 3 3 كيلو متر و 3000 متر. 3 كيلو متر، الكيلو متر فيه كم متر؟ فيه 1000 متر. معنى كده ان 3 حاصل ضرب 1000 هتديني 3000 متر، هتبقى العلامة اللي بينهم ايه؟ يساوي. سؤال رقم 4
720 في 4 أو 720 على 4. إحنا عارفين طبعاً إن عملية الضرب نواتج عملية الضرب أكبر من نواتج طبعاً عملية القسمة. وبكده 720 في 4 هتكون أكبر من 720 على 4. أو لو أجرينا العملية هتبقى 0 في 4 بصفر، 2 في 4 بـ8، 7 في 4 بـ28، يعني هتبقى 2880. 720 على 4 تطلع كام؟ 108. كده هتكون طبعا حاصل ضرب 720 في 4 أكبر من 720 على 4. نيجي للسؤال الرابع. أول سؤال بيقول لي اشترت هبة 24 متر قماش، ثمن المتر الواحد 11 جنيها، احسب ثمن القماش. طيب أنا علشان أجيب ثمن القماش هعمل إيه؟ هعمل عملية ضرب. هعمل عملية إيه؟ ضرب، يعني هكتب ثمن القماش يساوي 24 في 11، وهعمل عملية الضرب. هيكون الناتج عندي كام؟ طبعا عارفين بنضرب ازاي. هيبقى الناتج عندي 264 جنيه. اوجد مساحة مستطيل بعده 12 سنتيمتر و 8 سنتيمتر. احنا قلنا ان مساحة المستطيل بتساوي ايه؟ مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. الطول في العرض هتساوي 12 في 8 هتساوي 96 سنتيمتر مربع. ناخد بالنا ان المساحة بتكون وحداتها مربعة، اما المحيط بتكون وحداته سنتيمتر او متر من غير تربيع. السؤال اللي بعد كده، اوجد عين ميم الف للعددين 9 و 12. قلنا قبل كده علشان اجيب عين ميم الف هعمل ايه؟ هعمل تحليل. هشوف التسعة احللها لعواملها الاولية، 9 على 3 فيها 3 على 3 فيها الواحد، 12 على الاثنين فيها 6 على الاثنين فيها 3 على 3 فيها الواحد. أصبح عندي كده التسعة عواملها الأولية هي 3 في 3، وال 12 برافو عليك ياسين، 12 تساوي 3 في 2 في 2. طبعاً هنا المكان فاضي. كده العامل المشترك الموجود عندي هو مين؟ التلاتة. يبقى عين ميم ألف للعددين هو مين؟ هو التلاتة. وبكده تكون خلصت أسئلتنا النهاردة، وأتمنى إن شاء الله أشوفكم المرة الجاية في مراجعة جديدة في مادة الرياضيات. شكراً.